اذا بدها تكون خالصه الدعوه الى الرب، لان هالقطعه احنا مش في سبيل الرب، الدعوه للرب نفسه. طيب هون شوي نشوف الرب، وبعد شوي في الايه اللي بعدها ايش يقول؟ ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو. شوفها، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. تنتهي الآيات السورة. طب ربه، ربه إله، الرب طالما بقل التعريف خلص هو نفسه الإله الله، هو نفسه الإله الله. لكن الآن نشوف من ناحية معنى، ولا تدعو مع الله إلها، في الله وفي إلها، ولا تدعو مع الله إلها، وهناك وادعو إلى ربك، الرب، الرب. إحنا لما بنتسامح في المعنى وبنعرف الرب شو بنقول؟ بنقول الخالق الرازق الواهب المربي. لكن هي حقيقة الرب، شوف هذا لما نتسامح في نقول الرب الخالق الرازق الواهب المربي، هو حقيقة فعلا رب بالذات لها علاقة بالتربية. يعني مش معنات الرب يعني الخالق، دققوا معي، كلغة، لغة الرب مش الخالق. طب بيقول الرب المالك والسيد، لا هو في الرب في الأصل مش المالك السيد. طب كيف صار الرب هو المالك السيد، وكيف صار الرب هو الخالق في تعريف؟ طب نشوف او شيء رب، رب يا رب، التربية هي التربية اللي هي ايش؟ الارتقاء بالشيء، لاحظوها، الارتقاء بالشيء درجة فدرجة فدرجة في محاولة الوصول فيه الى الكمال او التمام. اذا التربية شو هي على فكرة؟ احنا لما بنربي في اي باب، تربية رياضية مثلا، اذا ننتقل فيه من حالة لحالة مشان نبلغه الكمال، كمال اجسام مثلا، ها الكمال والتمام، هذه شو بسموها؟ تربية رياضية. طب وفي المدارس الاب والام بربوا مشان ايش؟ يرتقوا فيه من حالة لحالة 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 لحالة. في التعليم مثلا، ما هي جزء من التربية، بعلمه أنا مشان أرتقي فيه من حالة لحالة لحالة في محاولة الوصول إلى التمام، إذا في تمام، لأنها مستمرة العملية، التربية الأصل تكون مستمرة. طيب وفي قضية الأخلاق والقيم برضو بنحاول ننتقل فيه من حالة لحالة. إذا لاحظوا، إذا التربية فيها انتقال من حال لحال، ولكن في طريق إيش؟ الصعود. التربية في طريق الصعود، فالرب هو المربي، هو اللي ينتقل في خلقه، بخلقه من حالة لحالة إلى درجة الكمال والتمام البشري. ما في كمال وتمام دنيوي وبشري، وفي كمال أخروي إلى آخره، حسب الوظيفة، حسب الوظيفة. هذا هو الرب، فيش فيه معنى المالك، فيش فيه معنى الخالق، فيش فيه معنى السيد. طيب لكن فيما بعد صار السيد، كيف؟ لأنه هذا الذي، دققوا معي، لأنه هذا الذي يربي وينتقل فيك من حالة لحالة صاعدا، ما هو هذا غالبا مين اللي بيشتغل الشغل؟ المالك أو السيد. طب من باب أولى الخالق. ومن هون صار يقولوا إنه الرب هو ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. إذا هذا ربه شو كاين؟ سيده هذا، هذا الملك يبدو، لكن سيده من أي باب؟ ما هو بجوز متربي بحضنه، في حتى مربيه، هو إذا مربيه حسب وظيفته، مربيه حسب وظيفته، لإيش بدنا إياه؟ يفرض إنه عسكري مثلا، بيربوهم عسكر عساكر مشان الوظيفة. يفرض خادم، طباخ، طباخ مثلا، بيربوه برضه مشان يطبخ، مش هيك؟ لكن مين؟ فهو إذا صار الرب، مع انه هو الرب ايش الاصل؟ دائما يتجه ذهنك
للتربية والانتقال بالناس من حال لحال. ولذلك بدأت الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. أيوة، مين هو الرب؟ الرب المربي، لأنه نازل الرسالة لإيش؟ بس شو سبقها؟ الحمد لله. فالله مربي، يعني الله الرب، هو الرب، تمام. وآخر إشي في 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 القرآن إيش؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. إذن المالك إشي والرب إشي في المعنى، المالك إشي والرب إشي والإله إشي. طب ما هو الإله مالك ورب هون، ما هو الإله لكن هو بده يركز لك على معاني. ما هو الإله نفسه الله، إذا كان الله مشتق من إله، قلت منشوف الله هو المالك، هو الخالق، هو المربي، بنفصلوش. لكن من أي جهة؟ كيف الصفات؟ لما نيجي نقول عليم، رحنا في صفة، ما هو هو نفسه السميع، هو هو نفسه البصير، مش هيك؟ هو الصفة. هون احنا من اي زاوية بننظر؟ ننظر الى الله كونه مربي، لانه بالدرجة الاولى ايش؟ المربي. وبعدين اخذت منها وصارت يقول لك السيد، لانه يفترض بالسيد هو اللي بربي. المالك يفترض هو اللي بيشرف على التربية. الخالق، طب الخالق، ما هو الخالق برضه هو اللي بيربي اولا، ما هو ابتداء لما خلقك، خلقك ضمن نقول قوانين معينة ونظم نظام معين، انت وحولك وبيربيك. وبتجد لذلك الله سبحانه وتعالى خالق الطفل من اول ما يكون بويضة، ثم حيوان منوي، اذا صح تعبير حيوان، وبسموه شيء ثاني، المهم زايغوت، ثم هاي مخزينها من الغربيين، ما احنا مش احنا اللي قلنا. بعدين بيبدأ ايش؟ تلاقوه ايش؟ واذا به ينمو 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 حتى يكتمل. هاي الخالق بربي، هاي وضع برنامج، وضع برنامج في داخلك، بحيث ايش؟ تتكامل في ايش؟ في الصعود، في الصعود، في الصعود، حتى يكتمل ويبلغ، تمام؟ هاي الخالق هو اللي ربه. فبالتالي فيش تناقض الان. الرب، هذا فيما يتعلق بالرب. نيجي الان لموضوع قضية الاله، مش الله الان، الاله، لانه الله اختلفوا العلماء اللغة، هل هو مشتق من آلهة له، يعني هل هو الاله يعني الرب الله، ولا هو اسم لله سبحانه وتعالى، الاسم العلم لله، الاسم اللي غير مشتق، يعني ملوش علاقة بالإله من ناحية الاشتقاق، هو اسم علم على الله، الله، تمام، اللي كل الصفات هي صفات الله، تمام، كل الصفات صفات الله. طيب مثلا سيبويه اللي هو كان يرى انه مشتق الله من الاله، يعني هو الاله. وبعدين كيف يعني صار الله؟ بصيروا يحكوا لك في اللغة، علماء ثانيين في اللغة قالوا لا مش مشتق، احنا بهمناش، بهمناش كثير، بس بهمنا نفهم شو يعني الاله مش الله. الله اسم، الاسم العلم، ها، اللي كل الصفات، كل الصفات اللي ثبتت بالقرآن والسنة هي صفة الله، تمام. طيب هو الخالق الرازق الواهب المربي الى الله. طب الاله ايش؟ أنها يأله الهة، مش بس أليها، وألها كمان، ألها يأله الهة عبد يعبد عبادة، فهو مألوه يعني معبود. فالإله، لاحظوا، الإله المألوه، كتاب مكتوب، بساط مبسوط، إله
مألوه معبود معبود. طيب هذا الإله. إذن في الرب ركزنا على إيش؟ التربية، لأنه ما بتقدرش تخرج من المعنى اللغة، حتى لو في معاني اصطلاحية بدها في الأخير ترد وين؟ للاحتمالات في المعنى اللغة. الرب شيء اللي هو التربية، في التربية والتنشئة حالا بعد حال، التنشئة حالا بعد حال في طريق صاعد، التربية تنشئة حالا بعد حال في طريق صاعد. في حين الإله الآن مش الله، لأنه قلنا الله ممكن تكون مش مشتقة من إله، هو اسم العلم. أما الإله من أله يأله أو أله يأله، والمألوه المعبود. تمام. طبعا بعض الناس أضاف، مش قضية لأنه العبادة فيها خضوع، بس قالوا في الإله شو بيفرق عن العبادة غير الخضوع؟ غير الخضوع بيقول لك التحير. ايش يعني التحير؟ يعني العقل البشري يحتار في فهم الإله، ولذلك تتفكر في ذاته انسى ليس كمثله شيء. ومعظم الإشكالات اللي بتحصل مع الناس لأنهم عقولهم قاصرة بتحاول انها تتعرف على الخالق تحتار، حتى لما بتتعرف على صفاته بتظل فكرها محدود قدرة الإنسان. فهو إذن هو كونه مألوه. طب إيش أفرق إنه زي ما قلنا مألوه يعني معبود؟ إيه مش معقول يعني نفس المعنى العبادة. المألوه بده يكون فوق قضية عبادة وبس. فقالوا بعض أهل العلم إنه لا، فيه معنى التحير، إنه يعني يحتار الخلق في مواجهة في في, في في فهم الذات، ولذلك لا تتفكروا في ذات الله، لأنك أنت إذا بدك تتفكر دائما لا يستطيع الإنسان أن يفكر إلا بعد إحساس سابق. وبالتالي كل الصور، يعني تتصور الآن كل الصور اللي تضعها في ذهنك لأي شيء من الأشياء عن خبرة سابقة، يعني المالح الحلو له صورة في دماغك، مش هيك؟ النغم الجميل والنغم لها صورة في دماغك، الحجر له صورة، الكذا له صورة. فبالتالي انت لا تستطيع ان تخرج عن في تصوراتك عن ما هو محسوس. حتى لما تتصور اشياء مش موجودة في الطبيعة، مثلا تتصور افعى من 1000 راس، انت بتجمع الروس في افعى، ها تخترع شيء جديد بس كله صور. ايش كله صور؟ طب ليس كمثله شيء. ما تحاولش تتصور. طب بدك تفهم صفاته، حتى صفاته بتقرب لك المسألة تقريب. سميع، هاي بفهم أنا في عالم الأصوات مثلا. بصير في عالم المرئيات مثلا، مش هيك؟ عليم، نفهم العلم إحنا، بس إيش علمه هذا اللي يخترق الزمان ويعلم، لاحظوا، يعلم المستقبل بكل تفصيلاتها. هذا إشي يحار العقل البشري فيه، وبالتالي أعقد قضية مسألة القضاء والقدر، لأن القضاء والقدر متعلقة بعلم الله السابق بحصول أشياء قبل حصولها. القضاء يتعلق بالعلم السابق. طب هذا إشي يحار العقل البشري. لذلك قضية لما نفسرها بأنها هي المألوه المعبود، مش هيك القضية وبس. هو من تحتار الكائنات كلها، إنس وجن وملائكة وكذا، في فهم الخالق، ومش بس بيحتاره في فهمه كذات وكصفات وكأفعال. مرات الحكمة ما ندركش الحكمة احنا من افعاله. هيو بيخرج رسوله، بيخرج رسوله من وبيطاردوه، شو بيترك المشركين يؤذوه ويطردوه ويطاردوه. يعني نحار في الحكمة. لما تنظر للمآلات بتقول سبحان الله وين كان احنا فهمنا. ولما بتنظر انه المقصود مش بس انت، والمقصود عباد الله في مكان اخر بده يرحمهم، زي ما قلنا اليوم في الدعوة الاسلامية وما تواجه فيه دعوة الله من حربه الى اخره، ولكن الجماعة مش عم بدركوا. كل ما
كل ما حاولوا يطوقوا من مكان بتطلع لهم من مكان. شو المقصود؟ حكمة، حكمة فوق. فيحار البشر إذن في المألوه، المعبود فيه حيرة أمامه، فيه حيرة أمامه فيه. طيب إذن، طيب ولكن لاحظوا إنه كل أعوذ برب الناس أو قلنا في البداية، إحنا في بداية الرسالة الفاتحة يعني ما تفتتح به الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، وهي برضو والعجيب إنه أعاد الرحمن الرحيم كما مشان ينتبه البشر في إشي سر. بسم الله الله الرحمن الرحيم أبرز صفتين من صفات الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طب ما فهمنا ما هي فيه بسم الله الرحمن الرحيم، التركيز بسم الله الحمد لله الآن الرب، هناك شو كانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا هيو رب العالمين الرحمن الرحيم. هون في موضوع التربية الآن، رحمته في التربية، هناك الله الرحمن الرحيم، هون الله الرب الرحمن الرحيم. لذلك ممكن اليوم لما بدنا نبحث صفات الخالق ونردها، هذه بتيجي لعند الإله، هذه لعند الرب، الإله الرب، طب ما هو الإله هو الرب، فبصير إشكالات. مرات تيجي تقول طب رحمن رحيم هاي وين أوديها؟ في صفات الرب، دير بالك في المعنى اللغوي. طب جبار وين أوديها؟ لاحظوا جبار وين أوديها؟ مهيمن وين أوديها؟ مثلا مش شايف أنت في مهيمن صفة المربي، المهيمن والقيوم، ها القيوم فيها، فيها إله وفيها رب، لأن القيوم بيقوم على الشؤون برضو، هو مسيطر، مسيطر ومالك كل شيء ويقوم على إيه؟ معناته هذه قيوم، من رد الصفة هاي للإله، للإله والرب مش لله، للإله والرب. أما الله جامع الصفات كلها تردها إله، تمام؟ فإذا لما نحار يعني شو المقصود؟ إنه مرات لما نرى إنه القرآن يستخدم مع الرب صفات معينة ويستخدم مع الإله صفات معينة، معناته في السياق لازم تفهم ليش ردها الآن هاي الصفة ردها للرب، وهاي الصفة ردها للإله، وفهمنا على الإله أإله مع الله، الله اسمه الآن، الآن عم بده يركز على إله، ثم لا إله إلا الله. إذن فيه المعبود، وفهمنا الفرق بين مألوه ومعبود، مش بس خضوع، مش بس خضوع له وتحير أمامه وبصغر الكائن. الآن